من ارسنال حس ان ليفربول بغيتهم وادي جيرو وراسيه لكيستر سانشيز ولكن تطلع الكره الى خارج الملعب. هذه كره من نجم تشيلي الفائز بلقب كوبا امريكا واللي حط ركله الترجيح الحاسمه في مرمى منتخب الارجنتين لما توج تشيلي بلقب في اسبانيا الاخر خوسيه انريكي. هذه هجمه استلام على طول المساحات ونادي الارسنال ولمسه من كاسورلا التصليحه حلوه قوي اوزيل ولكن هنا بقى اللاعب مسعود اوزيل وارتباك ولخبطه وحط جسمه على الفرصه ارتباك ما بين سكيرتن وروبلر وايضا القادم من نادي مانشستر سيتي النجم جيمس ميلنر. بص كاسورلا لخبطهم بالتمريره اللبسه الواحده من اليكسيس سانشيز سكيرتن امامنا هو مع ميلنر وعدم تفاهم وتيجي على طول لاليكسيس اللي ركنها بال 40 مليون باوند. امامنا استلم على طول رمزي نادي الارسنال يبتدي بقى يمسك كوره يبتدي ينظم صفوفه استلام حلو قوي من كاسورلا يلعبها بعينيه ممكن هدف يا ولد لكن اعتقد في رايه لكن بص شوف كاسورلا عاملها ازاي ورمزي اتحرك حلو قوي في اللقطه الماضيه ولكن ايه يعني في كسر من الثانيه شوف التسلل بقى هنا شوف التسلل يا بكتفه بس يعني هنا انجليزي الممتاز لاعب جيرو يملك في 99 مباراه يلعبها بنتاكي خطير كريستيان بنتاكي امامنا ولكن بيتر تشيك امامنا اهو صاحب التاريخ الناصع مع فريق نادي تشيلسي وفرصه ومباراه حلوه قوي مباراه بدايتها رائعه وبنتاكي امامنا انطلق ويبدو النهارده 14 وحافظ على اللقب والرقم القياسي فيه العام الحالي بقى 12 لقب لاحراز لقب 2015 بنتاكي ادي الضغط امامنا هنا محاولات 15 بطوله لنادي الارسنال وادي امامنا كوتينيو وتدخل قوي جدا من اللاعب فرانسيس كوكلين ليفربول يضغط وتنفيذه من ميلنر وخطا كان كبير قوي شوف الاخطاء هنا كوتينيو وفرصه لكوتينيو ادي امامنا هنا اللاعب كوكلين اصابه رمزي كان سبب ان اللاعب ده يبقى لاعب اساسي راسيه من جانب اللاعب لافرين وادي الضغط وكره على طول ملعوبه في منتهى الخطوره راسيه خطيره جدا فرصه لافرين براسه وامامنا هنا بقى اوزيل يلعبها وضربه راسيه ولكن الكره تصل سهله الكره من جابرييل باوليستا امامنا اللي كان متقدم عامل ليفربول بيضغطوا لان عارفين تشامبيونز بيطلع كرات خاطئه وادي ميلنر وترجع له مره ثانيه ولكن يا سلام يا بيتر تشيك بتنزل ارتباك في تشكيله الارسنال لغياب مرساكر وغياب ايضا كوتشيلني هجمه خطره جدا كلاين يسدد لكن تفقد كوره ادي كلاين مدافع ساوثهامبتون يا سلام يا بنتاكي الكوره مش هتجيلك تاني وامامنا هنا بقى العملاق اهو بيتر تشيك هدف محقق بص الاخطاء الدفاعيه المضاده من هيكتور بلارين وادي على طول كوتينيو والتحرك واول لمسه حلوه من اللاعب فيرمينو وبنتاكي ولكن في حارس عملاق هدف محقق كان لن يلام عليه ادي بيتر تشيك صاحب ال 33 عام واحسن حارس في الدوري الانجليزي 2005 و2010 و2014 على براندن روجرز زعلان ركنيه رابعه في اللقاء وادي فيرمينو ولكن يا سلام على تصدي ليفربول الافضل ولاعبي فريق مدريد هي السادسه في اللقاء وادي محاوله لكلاين اتلعبت على طول ليفربول يضغط بقوه ليفربول بيحاول فيرمينو يظهر في هذه اللقطه وفيرمينو اختفى كرة من كوتينيو المتحرك جدا في مباراة اليوم ادي اخطاء دفاعية ماذا يعني يفعل تشامبرز لا ينتسب كالم تشامبرز نقطة ضعف النادي الارسنال ولكن ليفربول امامنا هنا الهجمة والتحرك من الجانب اليمين ادي كلاين يلعب كورة لكن على طول بنتاكي تعدي الكورة مرة ثانية استلام حلو قوي من كوتينيو يا ولد كوتينيو تغيير اتجاه يا ولد خلى بلارين يدور على الكوره لكن الكوره ايه؟ كوره في العارضه في الدقيقه الثالثه من كوتينيو وكوره في القائم من كوتينيو في هذه اللحظات وادي امامنا بيتر تشيك بقى يضطر يشيل الكوره في واحده من المباريات الكبيره جدا من ليفربول امام نادي الارسنال ولكن لم يسجل بص لمه في سنتي واحده والثانيه كده على السريع خلى بلارين يدور وامامنا ايه كوره ويا عيني عليك
كان بيتر تشيك، لمسه بتاعت بيتر تشيك. ارسنال نفس التشكيل، حراسه المرمى بيتر تشيك، بيلرين في الدفاع، وتشامبرز وجابرييل وموريال، وسط الملعب كوكولين وكاسورلا. ودي راسيه خطره جدا الكوره، لكن يتالق المره دي من يوليه كاسورلا واوزيل ورمز في ملعب الامارات هنا. استلام على طول من جانب اللاعب اوزيل، اوزيل كاسورلا، كاسورلا سدد كاسورلا، لكن ايه كش رجله كده، الكره ترتد. موسمين وايضا بلقب الدرع الخياليه، لكن يهم قوي لقب البريمير ليج وايضا المشاركه في تشامبيونز ليج. امامنا هنا استلام من جانب اليكسيس سانشيز لجرو، امامنا هنا بقى، هنا الارسنال يظهر، لاميل يدخل في العمق، مرر لكاسولا، البحث عن مساحه، يسدد، هل يسدد؟ لكن لعبها بينيه وتصليحه، ممكن هدف يا ولد، يا كوره، كوره في القائم اليمين. ادي امامنا هنا بقى ايه اتعملت ما بين كاسورلا وجيرو واليكسيس سانشيز. بقول لحضراتكم نادي الارسنال في أسوأ حالات الشوط الاول، ونادي ليفربول قد يندم على ضياع الفرص، وكره هذه المره من اليكسيس سانشيز ترتطم في القائم اليمين. مره ثانيه تحرك هنا من جانب اللاعب ناتشو موريال الى اوزيل، اوزيل، اوزيل الى اليكسيس سانشيز، ناتشو موريال، هل يظبط المره دي؟ ولكن المره دي في حراسه، في حراسه دائما جرو، ضغط جميل جدا من نادي الارسنال وفرصه رائعه، هل يكون الحل التسديد البعيد؟ هنا محاوله على طول، بيلرين واختراق وركله جزاء يا راجل، لكن هنا الفرصه بتضيع، وكان في ماسك ولكن ضيع جرو وتالق من يوليه. ليس هناك حد احسن من حد يتصدى لهذه الكره. بص شوف الكره اتعملت حلوه قوي، اتعملت حلوه، وشوف بقى بيلرين، شوف بيلرين واللمسه الواحده الجميله الجميله الحقيقه اللي اتعملت هنا من جانب رمزي، ولك تواول اللمسه وغمزه حلوه قوي. وادي اليكسيس سانشيز يلعبها الى اوزيل، اوزيل داخل منطقه الجزاء وعايز يعمل هدو خد، لكن مره ثانيه جرو، وادي يا ولد يا ولد يا ولد يا ارن رمزي، ارن رمزي عايز يعملها بليس، عايز يعملها في البعيده، ولكن من يوليه يتالق. مش مره ثانيه محاوله كوتينيو، كوتينيو، كوتينيو عدى من هيكتور بيلرين ولم وتوغل، وادي الكره يسددها، ولكن بيتر تشيك. ادي امامنا كوتينيو اللاعب المتحرك، محور الاداء والمحاوله والتسديده، وبيتر تشيك في اختبار جديد، وجوردن والمطالبه هنا بماسك، كان ليه اللاعب بنتيكي. خسر ايطاليا، خسر اوروغواي، وكان تعادل مع كوستاريكا. لمسه على طول من رمزي، اتغير اتجاه الكوره، ادي لمسه من رمزي واتغير اتجاه الارسنال. الشوط الثاني ضغط بقوه، ومحاولات ما زالت قائمة. واحدة من اللمحات الجميلة، شوف ارن رمزي ولكن عملت ديفليكشن. ادي الارسنال امامنا هو اللي بيحاول، والكرة عالية وصراع، ولكن مرة تانية طلع من يوليه بشكل خاطئ، تصل إلى تشامبرلين، يا ولد يا ولد على الكورة، تشامبرلين امامنا نازل عايز يعمل حاجة. ادي تشامبرلين نازل عنده رغبة، رغبة الكبار حتى الآن في هذه المباراة. رغبة التعادل السلبي، لكن لقاء ممتع، سريع ومحاولات قائمة. أوزيل هل يسجل؟ لكن تسديدته قوية تفقد قوتها. وكاسورلا، فين كاسورلا؟ فين كاسورلا؟ إحصائية، ولكن حتى الآن هو آخر كرات اللقاء. استلام على طول، محاولة من جانب اللاعب أوزيل، والرأسية، كاد أن يدخل التاريخ، جابرييل باوليستا البرازيلي كاد أن يدخل التاريخ بهدف قاتل.